لما منحكي موسيقى منتعرف على آلات عبرت وبعدها بتعبر عن تراثنا، عن أرضنا، تناقلوها أجدادنا لحتى ما تختفي. واليوم رح نحكي عن آلة موسيقية اللي كانت مرافقة لكل راعي في كل قرية في كل بلد في بلادنا. رح نحاول نعبر عن طبيعتنا وعن محبتنا لتراثنا وأرضنا وأعراسنا من خلال هاي الآلة. تعالوا نحكي موسيقى. مرحبا، أنا الياس مرجي، واليوم تعالوا نحكي موسيقى. والبداية من بيت واحد من الناس اللي حمل عكتافه تراثنا الأدبي والفني، رح نكون مع الشاعر والأديب سعود الأسدي اللي عبر عن الشرق والغرب وكتب الشعر باللغة العامية الفلسطينية واللغة العربية الكلاسيكية، قام بترجمة وتذويت لأوبيرات كلاسيكية عالمية: أوبرا عايدة، أوبرا لبوهيم، أوبرا فاوست، أوبرا كارمن اللي قام بتذويتها باللغة العامية الفلسطينية. كتب المئات من المقالات عن التراث الفلسطيني وعن الفنون والذكريات وعن الموسيقى العربية والكلاسيكية، شرق وغرب أخذنا معاه. واليوم من خلال برنامج تعالوا نحكي موسيقى راح نحكي عن الآلة الموسيقية اللي رافقت الرعيان في مرعاهن وكانت موجودة كمان في أعراسنا زمان. آلة بسيطة، قصبة وفيها قدوح بس بترمز للصمود، الشبابي. في البداية الشاعر سعود الأسدي بلش يحكي عن الشبابي وشو كانت بتعني للفلاحين زمان. الشبابي إلها موقع لا مثيل له عند من عرفتم أنا بالفلاحين. هي الآلة الشعبية برغم البساطة لها كل المكان في الأغاني الشعبية في الأعراس. لما بنصبوا الدبكات، الدبكة الشمالية والدبكة النسوانية والدبكة الكرادية والدبكة الشعراوية وهي مشهورة بالمثلث، هاي الشباب برغم انها مصنوعة من مصورة بسيطة الها خمس ثقوب دوح بسموها خمسوية. ليش خمس ثقوب الها للأصابع؟ الثانية ستوية، بعدين هي آلة الرعيان، والرعيان الهن مكاني في أعراس الفلاحين. ايه ندولنا حمد، ندولنا أبو زطان هذا كان يعزف، ندولنا علي السادي أبوي، يعني شو هذولا إيمو عرس يا زلمي، عرس كامل مكمل. الشبابة هي الآلة الفلاحية نمرة واحد للعرس، للسهرة، للدبكات، والناس تتشارك والناس تدبك. ويمكن كانت الدبكة ثلاث أرباع السهرة عند الفلاحين، إن بيغنوا دلعونة، جفرة، زريف الطول، يغزيل وسواها. يعني هاي اشي من الغناني اللي كانت تغنى. اس هاي الغناني اليوم يمكن هي اسا في حالة كسوف، يعني ما عادش هي مركز العرس في الفلاحين. حبيت اسأله من وين اجا اسم الشبابي بحسب رأيه، وقديش اسمها له علاقة بقرب الناس لإلها. هذا الوجدان الشعبي اللي حاك حول الشبابي وشب الحنين بها. الشبابي والشباب إلها علاقة بكلمة شبة، ربما الأصل شبابي ثم ضم الشين أصبحت شبابي. هي بتشب الفرح بقلوب البشر والناس، من هيك هي شبابي. الشبابي الآلة القريبة من بيئته وأرضه ووعره والمعزة والغنم والروح الشعبية المتشبثة بوطنها.
رح نسمع بصوت الأديب والشاعر سعود الأسدي قصيدة يا ريتني راعي من ديوان أغاني من الجليل اللي أصدره بعام 1976. يا ريتني راعي ومعي جرابي والعب تحت بطمي عشبابي، يا ريتني راعي ومعي جرابي والعب تحت بطمي عشبابي، ويرتعوا العنزات في المرعى وأقرأ غزل فيكي من كتابي، ويرتعوا العنزات في المرعى وأقرأ غزل فيكي من كتابي، ويرتعوا العنزات في المرعى وفيهن الغبسة وفيهن الدرعة، والفحل أبو قرون عم يرعى ملكع ويجي ينتوش ثيابي، وتقربي لعندي شوي شوي وقلك تعالي وقعدي في الفي، واسألك يا بنت شربت مي وتقولي كل المي عحسابي، واشرب وملي مطرتي وينصر بالي واتحمل لهيب الحر، وارجع على كتابي اعيد السطر ويشت عقلي وترجف اعصابي، والحقك عالدرب وبظنك جاي اشي يمكن وقع منك، واعطيك مني ويبتسم سنك شي حفنتين زعرور بجيابي، وانطر وراكي تشعاعي يغيب وظل شارد في جوى وتعذيب، والكلب ينقر شم ريح الذيب، والذيب يعوي يجمع ذيابي، وفي الليل ارجع لحكاية امس وصير احكي مع خيالك همس، وفيق من دغشي وشوف الشمس لما طلي مع الحطابي، وانزل مع الوادي اقرمي لك ويغار خلبي عكحل ميلك، وتروحي ولو صرت اوميلك، وتروحي ولو صرت اوميلك، يستشلقوا علي اصحابي ويسمعها من واحد ابن عمك، وتنشر والمسألة تهمك وتصير قصة وتنبلش امك، ويهددك خيك باسبابي، واجي تأحكي معك ما تردي، والباب في وجهي بقى تسدي، والباب في وجهي بقى تردي، وارجع على مغر المعز وحدي وعيش قصة حب كذابي. وعن الذكريات حكى لنا قصص بتتعلق بالشبابي، ذكر شخصية حمد الحسيان سلطان الطرب بالعزف على الشبابي. تعالوا نسمع. سلطان العازفين كان حمد الحسيان، مش بس أنا اللي بقوله هذا القول مني، أي إنسان بتسأله في منطقة الجليل بالديرو البعني إيه بقول لك إيه هذا سلطان الطرب على الشبابي حمد الحسيان الله يرحمه. هو كان في عرس أو سهرة أو خطبة تم بدون حمد، والدبكات وحمد يعزف وحمد يقلب، يعني يغير الألحان تطلح بيقلب، هيك بقول الاصطلاح يعني تبعهن بيقلب، يعني مش إنه عواتيري وحدة، لا بعطي موجات موجات من التلحين وكل واحدة أحسن من الثانية. ويا ما دبكت النسوان في حلقة حمد، ويا ما غنوا، اليوم ما فيش حمد وما فيش شبابي وما فيش هاي الدبكات اللي كانت. حمد الأصل من قرية البروي، تهجر مع عائلته منها بس ما نسي يأخذ أهم إشي بيملكه. حمد الحسيان لما هجر هو وأهل بلده من البروة شباب، يمكن كان عمره 18 سنة، شو بده يحمل من بلده؟
بده يحمل تراب وحجارة، بده يحمل إشي بذكره بأهل بلده وبستغنيش عنه اللي هو شبابي. ليه؟ من شان في فترات اللي بيكون الإنسان فيها يلاقي وحدته، يلاقي شيء يتسلى به ويعزف عليه. ولما الناس بتسمع وبتسلى وبيعزف بيقولوا ايه هذا بيعزف مليح، جيبوه على العرس. لما الناس صارت تعمل بعد هدوء الوضع يعملوا عراس ويعملوا سحجات وكذا. الشبابي، هي الشبابي هي ماله راس ماله الفني. ولما سألته عن الحداد المشهور صانع الشبابي، حنا البولس أشهر تكنولوجي في عصره كان لصناعة اللي بدها معرفة ودقة وعلى الهندسة. كانوا يروح الشباب عنده من بعد ما يخلعوا الماسورة من سيارة باص واقفة، يقول له عم بالله عملنا خزوق لها الشبابي، يقول له هذاك ما هو بعرف، ما هو معلم المعلمين، يقول له بدك إياه خمسوية ولا ستوية، يقول له هذاك كيف بده خمسوية أو ستوية، ينفخ بيها هذا يجربها قدامه ويقول له براو براو شاطر. تعرف ناس كثير منيحة هاي، وكانت الشباب عماد الفرح في قرانا الفلاحين. وأكيد بالأعراس وبأجواء الأعراس كان في نهفات، ونهفات حمد الحسيان كتيرة، تعالوا نسمع شوي منها. بذكر الله يرحمه حمد الحسيان كان صديقي، طبعا تقدير لموهبته، يعني هو قريب من القلب وقريب من الناس وبطرب الناس وبلاش، يعني تفضل عنا احزف. أنا بذكر جاي عن ناصر من دير الأسد، لما غربت بطريقي أبسد من حد مجل كروم، ولا حمد واقف على المحطة، وقفت له بريك، وين يا حمد؟ ايه طبعا انا عارف وراي عارس، قلت له اطلع طول الشبابي طول الشبابي، قلت له بدك تعزف من هون لدار العرس، اللي يقول لك خليني اتريح شوية، مسك هيك اعزف اعزف عزف لعند البروي. بعدين كسرنا للإبل، قال لي بدي فوت على كابول، قلت له على الباب على باب العرس بدي وصلك، وصلته ويا حبيبي وتشوف الاستقبال اللي عملوا له إياه الناس حابين العرس. حمد إجا يسأل دور الشباب الصغار بيعرفوه، صغير كبير بيعرفوه، والشو حمد مشهور. في الناصري التقى حمد الحسيان والأديب طه محمد علي والأديب سعود الأسدي، تعالوا نسمع شو صار. يوم أنا قاعد عند صديق الله يرحمه طه محمد علي، أديب وشاعر ومتحدث لبغ، ودكانته وين الكازانوفا بالناصرية تحتيها شوي على اليمين شوي، ولا حمد وأبوي وعمي لافين، إيه هذو جايين شو جايين، هذو جايين على عرس طبعا، هذو اللي بدعوهن للعرس. ها أهلا أهلا أبو نزار، بلش الترحيب، جيبوا كراسي قعدوهن، جيبوا قهوة من تبعت أبو هاني قبال الدكانة، شربوا هلاوة. وين يا إخوان؟ والله هون عين ماهل، المشوار مش بعيد، هون عين ماهل، وضرب بيده أبوي هيك. أيوة قلت له حمد مناسبة، رشق لك رشق عزف يا زلمية، حاططها تحت إشاطه، طالع شبابي اضرب هذول اللي بالقهوة عقبالنا، استحجة قامت العرس ولك جوان، اللي طلع عملت عرس عملت فرح في البلد انت يا حمد يا باي. هاي اللمحة شفتها عيانا من حمد حسين في الناصري. في هنا كمان جانب انه حمد هذا العازف مين كان يندع معاه؟ اخوه اللي لقبه احمد دلعونة. عارف ليش يعني احمد دلعونة؟ لانه بغني شعر دلعونة وغناني شعبية للعرس، وبتمش العرس الا باحمد دلعونة وحمد حسين اخوه. رح نسمع قصيدة الشباب الحزينة، بطل هاي القصيدة حمد الحسين ورفيق الدربو الشبابي.
يا الله شو بحن لوادي شعب، يا الله شو بحن لوادي شعب، للتين والزيتون وكروم العنب، ولكل موقع في الأرض هنا وغاد، للقبو ورمية ولوعر أبو قراد، للقرطة للنبعات ولابير الخشب، ويا الله شو بحن لوادي شعب، ولحم الكماني والميدان، ولمغارة الشرشر بسفح الواد، وليوم كنا أولاد أولاد هيك صغار، والكل منا كان سارح بهالفدان، والدنيا شتوية وعالوعر والمرج الغيم يندف ثلج، زغبر ذرة عن روسنا انكتو، ونركض نولع نار في مغارة الشرشر نولع نار، وكان وحمد الحسيان سنة 48 هيكي ولد شلفوح، وساكن مع اخوانه بخشي صغيري بقرية البعني، وشو كان يتردد عأهل الدير ينادو البرناوي نسبة للبروي، وياما وياما كان يجي حمد معنا، ونحنا أولاد الفلاحين، نحنا أولاد الفلاحين الحافين المشرتحين، ويسرح ويمرح بين حين وحين هيك في الوعور، ويحلالك تشوفه شاكل تحت لقشاط شبابي طولها شبرين وشوية قصيبة، من وادي الليمون يلي بجبل كنعان في ديرة صفد، وشو يعجبك ابن الجليل شبابته بتجاوب ودقاتها مثل الذهب، يدقلك ويشبعك فن وطرب وكل شي يدقه من غنان بلادنا، جفرة ودلعونة وزريف الطول، وقديش تتهنى لما يدق شروقي ومعنى، ولما يقسم لك او يميجن ويطلع فراقيات تنزل الدمعة غصب عنك، قلت يا ما كان يجي حمد معنا، نحنا اولاد الفلاحين الحافيين المشرتحين، ويسرح ويمرح بين حين وحين، وشو يبسطك ابن الجليل وهو جاي ماشي عروض هيك بأرض الشول والحمري عجنابه، وحامل عبط قندول وتسمع ينادي يلا يا ولاد يلا، ولما يصل يلهث على المغارة يزت العبط عن النار، ومن قد ما فيها حطب خروب الخائل به اتفاق شرار، ودخانها يعزق للسماء العالي، دخانها يعزق للسماء العالي من باب المغارة، ومن الوهج والحم يعرق علينا سقف المغارة، ونحن وحمد نلتم ونقعد على الحجارة وهيك نتدفى، وتشوفوا والهبال طالع من كواعه، وتشوفوا الهبال طالع من كتافه، وشبابته ترشح نغمات عشفافه، ويحلالنا نبلش معاه أم حربي، هربجت نار العرب شباب زدوها حطب، شبابتك يا ابن الجليل مولى في غب الطلب، وكانت يا خوي نغمات شبابة حمد تشب مثل النار وزيادي، جوا المغارة تشوف نار وحم، وبرا المغارة هالبرق يشلع والرعد يخلع، والسيل يهدر هدر في الوادي مثل ما يهدر جمل هايج من جمال الشيخ علي الدرويش، وهو بترمي الصيف يشيل من خلة عمر قمح هيتي والغمر جنب الغمر،
والصوت شو يترك صدى، وهل الندى وغير المدى، وصوب الحدى ما في حدا، وقديش يحلى بهالمدى صوت الحدى، وهربجت نار العرب، شباب زيدوها حطب، شباب زيدوها حطب، شبابتك يا ابن الجليل مولى في غب الطلب، شبابتك يا ابن الجليل في بلادنا ملها مثيل، من هون لأرض الخليل والقدس مع ديرة حلب، ومن هذاك اليوم وحمد الحسيان لعاب شبابي دقاق في الأعراس وجاي يا هالناس، دقاق في الأعراس وجاي يا هالناس، عند دار فلان في طلبة، عند دار فلان تعليلي، وتشوف جاي ضيوف طفي ورا طفي، والكل معزومين عالزفي، ويجي ثاني يوم ولما انه كان يطوف عالكرم العريس، العج توصل للسماء والكل مبسوطين، وبعد الغدا مبروك الله يعطيكم الجميع العافية، وما بتكمل الفرحة بدونك يا حمد، العاقبة لأولادكو إن شاء الله بعزبانكو، منفرح يا حمد. ولما حمد هدوا المرض، الله لا يمرض حدا، وكعيوا الدكاترة وسلموا عالبدر، هيك راح وشو كان للأفراح، ابن الجليل الأولان المعتمد، لكن بظل اسمه وذكره ينحمد، ومش بس أنا بتذكره في غيبته، تتذكره في غيبته كل البلد، وفي غيبته بتتذكره شبابته، وبتظل عفراءه حزيني للأبد للأبد. وبعد ما انهينا اللقاء ومع آخر رشفة قهوة، وقبل ما أغادر تذكر الشاعر السعودي الأسدي شخصية تانية بتوصلنا كمان بأشخاص قدروا بمجهود الشخصي يحافظوا بدورهن على التراث الموسيقي. تعالوا نسمع من هاي الشخصية. أنا بذكر شخص كان له دور في العناية بالتراث الشعبي، عمل فرقة من شباب وهو من دالة الكرمل، اسمه سامي حديد. أنا شاهدت الفرقة تبعه، اندهشت وقلت هذا مبادر أول بإنشاء فرقة للدبكات، ونجح في بلادنا كثير، وحتى قام إلى دول في الغرب وعملوا عروض ولاقى استحسان رائع من المشاهدين، دبكة متقنة، أغاني مرافقة للشباب متقنة، وبتصور هذا الشخص خدم التراث الفلسطيني خدمة جبارة. يمكن هاي الحلقة من برنامج تعالوا نحكي موسيقى تربطنا أكتر بتراثنا. اليوم حكينا عن الشبابة، تواجدنا في البروي دير الأسد البعني الناصري، وتعرفنا على شخصيات حافظت بأبسط الطرق على دبكاتنا وسحجاتنا وأغانينا وتراثنا. هاي الحلقة للتوثيق، حتى بعد عشرات السنين نضل نتذكر إنه شو صنعوا جدودنا قدرنا نحافظ عليه. كنت معكم الياس مرجي بإعداد وتقديم هاي الحلقة. شكر كبير لمتابعتكم واستماعكم. تابعوني على كل المنصات المختلفة، يوتيوب، سبوتيفاي، فيسبوك، انستغرام، وتيك توك، أو من خلال هاشتاغ تعالوا نحكي موسيقى. سلام.